السيد عبد الله التومير الرئيس السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مرحبا بك بالجديدة نيوز. السؤال اللي كيتبادر للذهن عند أي متتبع لكرة القدم بالجديدة، فما تقييم الرئيس السابق للفريق ديال الدفاع الحسني الجديدي ككل؟ نشكر جريدة نيوز على هذه الاستضافة. أما بخصوص الفريق ديال الدفاع الحسني الجديدي، فكنظن أن الخاص والعام يعرف ماذا يعيشه الآن الفريق. فالفريق يعيش أزمة مالية خانقة، وهذا أسباب ديالته متعددة. من هذه الأسباب، أولا المكتب المسير على رأسهم بطبيعة الحال، أنا دائما خصنا كما كنقول خصنا نكونوا رومانسيين، خصنا نكونوا واقعيين. فالمسؤول الأول الوحيد بطبيعة الحال كيكون هو الرئيس. فكنظن أن هذه الأزمة المالية ما تدبرتش بواحد العقلانية. كنظن حتى لجنة التسويق ما كايناش، بعض الأشخاص اللي خصهم يخرجوا يدقوا البيبان ديال المستشارين، ويدقوا البيبان ديال المؤسسات الدستورية، ويدقوا البيبان باش يجيبوا واحد مجموعة ديال مداخل الفريق ما كاينش. فكنظن هما الفريق ديال 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 المكتب يعني كيدبروا أي مرحلة بالمداخل اللي عندهم. هذيك المداخل القارة، كنقول مداخل القارة كنقول يعني المداخل ديال المكتب الشريف الفصفار، وكذلك المداخل ديال الجامعة. بعد ذلك فكنظنهم أنهم يشهدون السماء، كيطلبوا من السماء باش تمطر عليهم ذهب، ولكن ما كنظنش بأن السماء تمطر ذهبا ما لم يكن هناك عمل، ما لم يكن هناك بحث جاد. وكذلك هذا البحث خصهم يكونوا ناس يبحثوا على هذه المداخل، عندهم واحد نوع من المصداقية لدى هذه المؤسسات اللي خصهم يمشيو يطلبوا منها. فكنظن إلا رجعنا للتاريخ ديال الدفاع، دائما كانوا مستشارين كبار. من غير المكتب الشريف الفوسفار كانت واحد المجموعه ديال المؤسسات الاقتصاديه، منها المحليه ومنها خارج المحليه، اللي كانت كتدعم هذا الفريق. فكنظن ان هاد المؤسسات كلهم مشاو. هنا كنطرحوا سؤال كبير، علاش مشاو؟ لا اظن بان هاد المؤسسات كانوا مع اشخاص اكثر ما كانوا مع مؤسسات ديال الدفاع التجاري. دونك اذن في الخطا في المنظومه ديال السير. ملي كنجيو الان كنلقاو بان الفريق كتشيل مجموعه ديال اللاعبين ديالو، يعني اللاعبين الممتازين واللاعبين المعروفين على الصعيد الوطني، يعني بصفر درهم. ما كتكونش هناك واحد كيمشيو من بعد ما كتسالي لهم لي كونطرا ديالهم. وهذا حتى هو سؤال كيطرحه نفسه. هاد الناس فين كاينين اللي ما كيجدوش مع هاد اللاعبين في الوقت اللي خصهم يجدوا معاه؟ فما يمكنش تسنى لاعب تبقى لي شهر او 6 شهور او 3 شهور باش يقول لي يجدد معاه. فتما كيكون اللاعب حر ديال راسو، كتبدا تنهال عليه عروض اللي كتكون اكثر من كيكون الطلب اكثر من العرض. كنظن ملي كتكون كنجيو كنلقاو مثلا يعني في الميركاتو الصيفي كنلقاو واحد المجموعه ديال اللاعبين ديال 5 ولا 6 لاعبين اللي كيكونوا في مستوى رفيع، كيكونوا حرين بطبيعة الحال. ولكن بكل موضوعيه فريق الرجاء وفريق الوداد وفريق الجيش الملكي غيكونوا اقوى الفرق في سوق الانتقالات، بحكم التجربه ديال المسيرين ديالهم، وكذلك بحكم المبالغ الماليه وبحكم الفلوس اللي عندهم. سي عبد الله التومي، انا ترون بانه هذا كما كنقولوا سوء تعامل مع مرحله الذهب وبالتالي الميركاتو الى اخره، هو اللي كيكون عنده واحد الوقع على نهايه البطوله بالنسبه لفريق الدفاع الحسني الجديدي، اللي كيولي في اخر المطاف كيتخبط وما كيقدرش انه يوصل الطموحات ديال ساكنه مدينه الجديده، الا وهي الفوز والظفر بالبطوله ديال المغرب. شوف انا كما قلت لك ما يمكنش انا نكونوا رومانسيين ونقولوا اجي ناخذوا البطوله. فالبطوله خصها عمل، عمل كبير. فما كنظنش اننا كنا واقعيين نقولوا باننا بهذا الفريق وبهذه الامكانيات الماليه وبهذا المسيرين يمكن لنا نفوز بالبطوله. وانا نزيد وانا كنستسمح الجماهير نشدو كاليا، فما يمكنش لنا ندوبو بطوله بمدرجات فارغه، حتى الجماهير تلعب دورها. فاذا بغينا نكونوا ابطال خص الجميع يلبس الجلباب البطل. كنظن اننا فزنا بكاس العرش، ولكن اذا رجعنا للتاريخ ديال كؤوس العرش ما كنلقوش فرق قويه هي كتفوز بكاس العرش. كنلقاو فرق من الهوات ومن القسم الوطني الثاني كتفوز بالبطوله، كتفوز بكاس. اما البطوله فما يمكن نفوز بها الا الكبار. الكبار يعني من جميع النواحي، كبار المسيرين، كبار اللاعبين، كبار يعني
المسائل الماليه ديال الفريق خاصها تكون هي كتوازي الطموحات ديال المكتب. فما يمكنش اي برنامج سطروا المكتب خصو معاه اون باراليل واحد مبلغ مالي. اذا هنا اللي درنا الطموح ديال البطوله وجينا المداخل ديال الفريق القوام ما تمشاش. ثانيا للاسف ان بعض الصراعات الداخليه ديال المكتب كنلقاو عندنا حرب المماليك. فيجب على الكل ممكن اننا نتخلفوا على مصلحه الفرقه ماشي نتخلفوا على مصالح شخصيه او على مناصب داخل المكتب. فلهذا كنظن بعد ما كان في المكتب سيارات اللي كتناقش من اجل مصلحه الفريق كان هناك تجاذب وكان هناك واحد مجموعه من الخلافات اللي كانت كتصب في مصلحه الفريق. وهنا كان راح بعض مجموعه ديال الاسماء اللي حيدت من السير كان خصها تكون في هذا المكتب بحكم انهم كانوا ممكن يعطوا الاضافه. فالاسماء ما نذكرهاش لحقاش كانوا في المكاتب صراحه كانوا ناجحين. من بعد كنحاولوا نقصيو اي راي مخالف المنظومه اللي غادي دابا خصنا نقصيو هذا لا. فكنتمنى اننا بالنسبه ليا انا خص الرئيس يكون رئيس يعني رئيس شد امور. فعندما نتكلم عن السير يعني بكل تجرد ما كنبغي نضرب حتى شي واحد وما بغيت حتى شي حاجه. انا كنبغي دابا كمحب. فالرئيس خاصو يكون رئيس اللي يكون موجود مع اللعابه موجود بالمشاكل الماديه موجود. فكنظن السي قابيل يمكن عنده واحد المجموعه ديال الاكراهات هو كان كيقولها ليا بحكم العمل ديالو بحكم هذه. فما يمكنش كاين بعض الاشخاص اللي كيستغلوا يمكن واش طيبوبه ديالته ولا جهلوا لبعض الحوايج وكيركبوا عليها. وهاد الامور هذه كلها مشات في الفريق. اللي كنقول انا رغم ذلك الان لجنه النتائج اللي محصلين عليها مع طريقه السير هي نتائج مبهره. يمكن نقول ان الفريق مازال يعني في اسبوع الترتيب هو من الطابور الاول يمكن ينافس على البطوله. وبالمناسبه انا كنبغي نهضر بالبطوله نتمنى الشفاء العاجل للصعصع. يعني يوم الامس كانت عندي واحد الجلسه مع يعني جميع اللاعبين اللي كانوا ديال الفريق جاو يشوفوا الصعصع حتى انا كنت تما بما فيهم المدرب مصطفى. صراحه انا ما كنتش كنعرفو ولكن ملي جلستو لقيتو رجل عظيم رجل. الا كانت النتائج بفضل اللي هو بحكم القرض ديالو اللاعبين بحكم التضحيه اللي مضحي وهذه بشهاده جميع اللاعبين. فانا كنبغي نقول تحيه كبيره لهذا الاطار المصري هذا لانه قاد يشد المجموعه رغم الاكراهات رغم المشاكل الماديه. فمن كان لقيت قادو انا هضرت تكلمت معاه بالصراحه قلت لي ما شفتش قادو في المقابله ديال بركان اللي كنعرف. قال لي سي عبد الله واش انا الوالده عندي غتفتح طلبتهم على 10 درهم باش تفتح وما لقيتش لعبه عليه رغم انه كيتسال. فهنا ما كاينش هذيك المتابعه الاجتماعيه للاعبين. وهنا فين كنقول بان المسير خصو يكون اب قبل كل شيء. سي عبد الله سمعنا بانه فريق الدفاع المكتب ديال الدفاع الحسين الجديدي ما توصلش بالمستحقات ولا المنحه ولا الدعم ديال المحتضن اللي هو المكتب الشريف للفوسفات. هذا حسب تصريح احد المسيرين بالمكتب الحالي. زياده على هذا ذكرتي اللاعبين باقي ما توصلوش بالمستحقات ديالهم ورغم ذلك احنا كنشوفوا هذه النتائج هذه. اذا هنا واش هذه المستحقات اللي باقا ما جاتش شنو السبب ديالها؟ واش نيت سوء تسير كما قلتي ولا كاين امور؟ شوف باش تكون معك واضح يمكن السبب الاخير ديالتي انا اللي كنت درت اتفاقيه مع المكتب الشريف للفوسفات كنعرف دوك الناس كيفاش كيشتغلوا. اذا شافوا اي حاجه ما غاديش في الاتجاه الصحيح يحبسوا. وهذيك هي انا كيقول لك نهار نشوفوا ان الامور ما غاديش في الاتجاه الصحيح حنا نحبسوا. ولكن كاين عقد كيربط بيناتهم. كنظن ان العقد باقي ما كاينش عقد رسمي. كاين العقد ديال المؤسسه اللي هذه المؤسسه المحتضنه اللي كنعرف يعني المدير العام المدير اللي سي طراك عرف يعني المنظور ديالو المسائل الاجتماعيه. ولكن بالمقابل احنا كما كنقولوا كاين المحاسبه من بعد المسؤوليه. فكنظن هاد الناس وانا تقالت لي في اول عام ليا بان الوصيفي راه نهار يشوف اي عمل ما هوش ما غاديش في الاتجاه الصحيح يحبسوا حتى حاجه ما كتفرض عليهم باش يعملوا. اذا هما اش باغيين ان المسائل تكون غاديه في الاتجاه الصحيح. فلوس كيعطوها اللاعبين كيعطوها من اجل مصلحه الفريق من اجل
يعني التسيير ديال الفريق ماشي تسيير المسائل الاخرى. كنظن الا شافوا التسيير انا ما كان باش ما يفهمنيش واحد غلط، انا ما كنقولش بان الفلوس ما كتمشيش فواحد التسيير عقلاني. اما فيما يخص حوايج اخرى ما كنتش نقولها بحال حقاش ما عنديش حجاج، ولكن عندي حجاج ان التسيير ما غاديش كما هو. علاش؟ انني ملي نجيب ان واحد المجموعه ديال اللاعبين عندي كيتسالوني باقي ما زدتش معاهم العقود وكنمشي نقلب على لاعبين اخرين باش نجيبهم باموال طائله، فهنا كتوضع علامه استفهام، كاين شي حاجه ماشي هي اللي مزيان. زيد على ذلك فكنظن ان اخر وقت طلعوا فيه لاعبين من المدرسه ديال الدفاع السجلي هو قرناص واحد الراعي. الان يمكن شفت شي لاعب ولا جوج لاعبين اللي قال ما قال لي المدرب مصطفى، ولكن رغم ذلك في ظرف 6 سنين نخرجوا لعاب، هذه اشكاليه. اذا اين هو التكوين؟ فرجعنا للتكوين، خلقوا بان الميزانيه ديال الفريق ولا المنظور ديال الفريق ما غاديش في هذا الاتجاه هذا، باستثناء العمليه اللي دارها السيد العامل المعاد لانه جاب ديك الفريق ديال الفرنسي بالسونتر ديال الفورماسيون يعني المركز التكوين. مع هذا فالامور لا تبشر بخير، ومن هذا المنبر هذا انا كنطلب معاد الجميع كنعرف الغيره ديالو على الفريق، كنعرف ماذا عطى الفريق، انه يحاول الان يحبس واحد المراجعه اللي غادي ديال اللاعبين اللي كيمشيو. فكنتمنى انه هو يجلس لاعبين ولا يشوف واحد اللجنه اللي جالسه اللاعبين. كنحط لك انا واحد المجموعه كما قلت لك جالسه امبارح، منهم غالي اسامه غالي، منهم العروبي، منهم باستثناء احد الرافع اللي مشى لفرنسا الله يكمل عليه بخير. كنقول لك ان هاد اللاعبين مستعدين يزيدوا في الدفاع الى جلسوا هما الناس وحقوا لهم يعني 60% ولا 70% من عطاهم الفرق الاخرى. فكنظن ان هاد الناس كيحبوا الفريق رغم انهم ماشي ولاد البلاد. كيقول لك انا مرتاح هنا في الجديده، مرتاح مع الفريق، مرتاح مع جماهيره، ولكن للاسف ان ما عندناش مخاطر داخل الفريق اللي غيهضر معنا. فمن هذا المنظور كذلك كنتوجه للمكتب المسير انهم يديروا واحد اللجنه اللي تجلس الناس وتكون هذه اللجنه اللي يثقوا فيها اللاعبين. بالنسبه ذكرتي المكتب المسير وذكرتي قبيله الجماهير الجديديه، فما كتشوفوش السي عبد الله بانه القطيعه ما بين المكتب المسير مع بعض الجمعيات المشجعه ولا ديال الانصار ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي تهي عندها دور كبير في هذه القضيه ديال الفراغ، كنقولوا فراغ فعلا ديال المدرجات. شوف انا نقول لك ان القطيعه كاين تبع المنخرطين، المنخرطين كيتواصلش مع المكتب، انا المنخرط ملي كنشوفهم من الجمعه للجمعه. زيد ذلك انا رئيس المكتب المديري للاسف، انا التواصل خصو يكون يومي ماشي غير اسبوعي ولا شهري. فلهذا يعني الاقصاء هذا هو منهج عند المكتب، الاقصاء ديال الجميع. فكنظن انه حتى الجماهير الجانبيه ماشي حيت هما مقاطعيننا حنا نقاطعوا الملعب، بالعكس نجيو نحضروا هذاك الفريق ديالنا غدروا تخد لا قدر الله طاح القسم الوطني الثاني. فالجماهير اللي كتحب الفريق غير غدر ماشي المكتب، واحد المجموعه ياخذوا معايا المكاتب السابقه، شحال من عضو من المكتب ولا شحال من رئيس اللي باقي كيجي للملعب. فكنظن كاين اللي كيجي اما يكون مسير اما ما يجيش للملعب. فكنظن فرق كبير ما من هو محب وما هو مسير. كاينه واحد الطبقه كتجي غير للتسيير، كاينه مجموعه اخرى كدير التسيير ومحبه، وكاين مجموعه اخرى وهي هي كبيره غير محبه ما كتدخلش لهادشي ديال التسيير. مع العلم ان التسيير خاصو يكون ديال كلشي، خاص كلشي يكون بحكم الجماهير. انا كنعرف واحد المجموعه ديال الجماهير اللي كنحترمهم بزاف حقاش يعني مضحين بالغالي والنفيس، كيتبعوا الفريق فين ما مشاو. انا كنت كنمشي تنوجد وكنلقى عباد الله سابقين حنا غاديين في الطيارات وهما غاديين كيدردفوا في الكيران. اذا كاين واحد الجمهور اللي كيبغي الفريق، ولكن الطريقه ديال الحب اللي هنا كنتخالفوا عليها. يمكن انا نحب الفريق نبلغ لي ميساج ديالي كيما كيديروا هادو الحضاريين، ولكن باش نجي نسب اشخاص لا، ولكن تالي باش نقاطع فرقتي على انني ما كنبغيش رئيس وما كنبغيش مكتب حتى هذا لا. يمكن اننا ندفعوهم باش يستقلوا هما، ولكن نبقاو نشجعوا الفريق ديالنا. ولكن السي عبد الله حسب اللي صرحوا لي به بعض ممثلي احدى الجمعيات هذيك ماشي قاطعه بحال في هذا اللقاء الاخير دخلوا عاودوا خرجوا، لان حنا كنحاولوا نصيفطوا رسالات يعني بعض الرسائل للسيد العامل بحكم انه عنده واحد طريقه ديال الاقناع بالنسبه للمكتب المسير اللي كيعتبروها واحدين اخرين تدخل في الشؤون ديال المكتب المسير. قال لك هذه غير مجرد رسائل،
كنصيفطوها حنايا لسيد العمل باش تدخل باش يجلسوا مع هذه الجمعيات يحاوروها يعرفوا المشاكل المطالب الى اخره، لان الجماهير لما كيلعبوا هذيك الفريق راه كيلعبوا للجماهير ما كيلعبوش للرسوم، راه كيلعبوا للجمهور. الوغ الا ولا هذاك الجمهور ما راضيش عليك اذا علاش غتبقى تلعب؟ هذا هي الرساله اللي كي اللي باغي نوصلها. بين قوسين انا ما كنظنش بان الجمهور ما راضيش على طريقه اللعب ديال الفريق. لا تسير يمكن كاين مشاكل مع المكتب النفسي. فلهذا فكنظن ان كما قلت كنقول للجمهور مزيان يكونوا بحال مثل هذه الرسائل. انا معاه هذه الرسائل ولكن خص الطرف الاخر كيفاش يتقبلها؟ كيفاش يلتقطها؟ فكنظن ان كاين هذاك كنقولها بالدارجه العاميه كيقول لك ندير دي ميكا ولا ما عين ميكا وتنفروا ميكا ماشي حاجه بهالطريقه هذه. ولكن هاد الجماهير هذه كما قلت راه حنا هما المحبين اللي كنمشيو نتفرجوا، فما يمكنش انني ما نشجعش، خصني نشجع اللاعبين، خصني نقول لهم راه حنا معاكم مادام انتوما مضحيين. بصراحه انا كنشوف واحد مجموعه اللاعبين مضحيين، جلست من البارح يعني لقيت مشاكل كبيره عندهم وما كاينش اللي كيتصنت لهم. فكنظن ان الجماهير خصها تكون هي هذاك السند ديالهم في غياب واحد المخاطب اللي هو المكتب. فكنظن ان هاد الجماهير هذه خصها تكون واحد السند كبير للاعبين. وكنظن ان الالترا ديال النادي القنيطري كانت في هذا الاتجاه هذا، رغم كانت شحال مقابله كانت تجي تخلص كتأدي وكتخرج. يعني الفريق حنا كندعموه حنا كنساندوه، ولكن عندنا واحد الهدف هو اخر اسمه، عنده مواقف اخرى، عنده اليات اخرى، عنده طرق اخرى. فاللي كنتمنى ان من الجمهور الجديد، انا كنتمنى نشوفوا مثلا الرجاء الجديد كانت في ازمه نتائج كبيره، ولكن جماهير كبيره كتدخل. الله يجزيهم بخير. انا كنطلب من الجماهير ان تدخل التيران تشجع فرقتها، ماشي مشكل بغات دير ميساجات على التومي ولا على فلان ولا هذا حقها، كتأدي وكتجي، ولكن ميساجات حضاريه ما يمكنش تبدا تسبع عباد الله هكاك، ما يمكنش تهو، ولكن طالب بواحد يعني طالب بالمطالب ديالها بطرق حضاريه. وحنا دائما الجمهور الجديد كان كيدي، وهذيك خصك تعرفها احسن جمهور في المغرب، لانه دائما كان جمهور حضاري، ما عمرنا ضربنا الناس كيجيو عندنا، ما عمرنا سبينا الناس كيجيو عندنا، ما عمرنا تخاصمنا بعضياتنا. فلهذا بدات الان كنتمنى ان الجمهور يكون عنده كلمه واحده فيما يخص فريق الدين حسن، اللاعبين ديال الدفاع، المستقبل ديال الدفاع دائما ما يهزو الا ولادو. فغدا انا مسير نقدر نطيح الدوزيام ديفيزيون ونمشي بحال هادشي، ولكن انا المحب الغدر، انت المحب الغدر ماشي داك المسير. كاين المسير اللي ما هوش من جديده، ما عنده حب للفريق، يمكن غدا راه كيبغي الجديده، بعد غدا يولي مسير في قنيطره يولي كيبغي قنيطره، باستثناء المحبين والمسيرين ولاد البلاد اللي كيبغوا الفريق. هنا خصنا نضاربوا على اساس هاد الفرقه نحافظوا عليها، وخا واحد اخر يبغي يطيحها حنا بالكجماهير مسانده اننا نحافظوا على الفريق ديالنا. استاذ ما ذكرتي قبيله التكوين وذكرتي قبيله الفئات الصغرى، لانها اصلا في جميع الفرق العالميه ماشي غير المغربيه كتكون هي النواه الاصليه ولا النواه الحقيقيه لفريق الكبار. فبالنسبه للدفاع الحسني الجديدي الملاحظ بحده هي ان الطريقه ديال التعامل مع هذه الوليدات هذو، يعني خص يجي الاب ويخلص على ولده رغم الامكانيات اللي ما كايناش. فيما في السابق كانوا الناس كيخرجوا يقلبوا على المواهب الصغيره ويحتضنوهم ويجيو يجيبوهم ويلقنوهم الابجديات ديال كره القدم الى اخره. هنا دروك لا، جيب ولدك وقيدو واعطي عليه الفلوس، ولا خصك تكون تعرف شي واحد فيهم في المكتب الى اخره. سياسه الباك صاحبي، واش هذه ما كتشوفهاش بان من ضمن الحوايج اللي بعدات المواهب الحقيقيه على الفريق؟ شوف يمكن هذه المعادله بينه واضحه، فالفريق الاول ما كيجي ليه حتى شي واحد لي زونطريمون ديالو، يمكن القله القليله، يمكن واحد كنعرف واحد المجموعه ما غندخلش اسماء، هما كيبغوا الفرقه في هذا المكتب، ولكن كنجيو كنلقاو يعني اكثريه المسيرين اما ما عندوش الوقت اما ما دخلش ليه زونطريمون. هما الفريق الاول محتاجهم يكون وحده ما كاينش. زيد على ذلك باش الفئات الصغرى، كنقول لك الفئات الصغرى ما عمر شي واحد مشى ليهم. انا كنمشي نتفرج في الفئات الصغرى ما عمرني شفت في اللقاءات ديال الفئات الصغرى باستثناء واحد ولا جوج، وماشي دائما. واذا سولنا اي واحد من الفئات الصغرى اللي قلتي ليه واش كتعرف شي مسير ولا عمرو جا عندك ما كاينش، مع العلم ان الفئات الصغرى هي اللي خصها الدعم النفسي لحقاش ما كاينش دعم مادي، وعلى الاقل يكون الدعم النفسي. فللاسف هنا ما كاين لا دعم نفسي لا دعم مادي. زيد على ذلك المشاكل اللي كيعيشوها المؤطرين
كذلك كيفاش كنعاملوا المؤطرين زند على ذلك. للاسف شوف ملي كنلقاو اللي كدير اللاعبين الكبار ما مأديش لها لا سيكونس كاينه الحافله ديال الفريق الاول ما مأديش لها تأمين اكثر من 15 يوم 20 يوم هما كيتنقلوا بها. هذا هو اكبر استهتار كاين. واش يمكن لك ان فريق ديال اللاعبين ديال الفريق كاملين طالب واحد الشحينه واحد الحافله عفوا ديما مأمنش عليها قدروا تخدروا داروا الناس لا قدر الله حديثا كيفاش غيكون المصير ديالك؟ وهذاك السائق مسكين لا الحديثه كيفاش غيكون المصير ديالك؟